Hallo, wie geht's euch, meine Freunde? Ich bin hier Ahmed al-Mahdi. Ahlan wa sahlan bikum, طلاب وطالبات. Hier Ahmed al-Mahdi. بعد ما اتكلمنا عن حروف الجر المتغيرة التي تسبب حادث اللطيف، هنبدأ نتكلم النهاردة عن Sie bitten jemanden um Hilfe. Sie bitten jemanden um Hilfe. الفعل bitten في اللغة الألمانية بمعنى يطلب. الفعل bitten يطلب. حرف الجر الذي يستخدم مع الفعل bitten هو حرف الجر um. يبقى الفعل bitten um بمعنى يطلب، وكلمة Hilfe بمعنى المساعدة. كلمة jemanden بمعنى شخص ما. نشوف بقى الجملة كده ترجمتها ايه. Sie bitten jemanden um Hilfe، يعني انت بتطلب المساعدة من حد. Was sagst du، ماذا تقول انت؟ Was sagst du، ماذا تقول؟ يبقى انا عايز اتعرف النهاردة على الجمل التي تستخدم في حالة طلب المساعدة من شخص ما. هنبدأ نشوف بعض الجمل التي تستخدم في حالة طلب المساعدة. بعد كده هنتكلم عن زي فراغ النقدين فيج. حضرتك بتسأل عن كلمة فيج معنى الطريق، يعني انت مثلا بتسأل عن الطريق للمطعم، الطريق الى محطة القطار. هنستخدم برضو الطرق او الجمل التي تستخدم للسؤال عن الطريق. هنبدأ برضو نتكلم عن عبارات الشكر برضو النهاردة ان شاء الله في الفيديو بتاعنا. هنتكلم عن عبارات الشكر، و هنتكلم عن وصف الطريق، ازاي بقى بتوصف الطريق لحد، ولو انت مش عارف الطريق هتقول ايه. نبدأ بينا، واول جملة Sie bitten jemanden um Hilfe، حضرتك بتطلب مساعدة من حد. كلمة Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung معناها عذرا او معذرة، زي كده في الانجليش ما بقول excuse me. انت ماشي في الشارع فانت عايز تطلب حاجة من حد، عايز مساعدة من حد، فبتقول له اول حاجة بتقول له Entschuldigung، اللي هي بتساوي كلمة Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte برضو هتدينا نفس المعنى، يبقى الاثنين معناهم معذرة او عذرا، ودي اول حاجة بقولها وانا بطلب طلب من حد. قلت له Entschuldigung او Entschuldigen Sie bitte اللي معناها عذرا. بقول له ايه بقى بعديها؟ ممكن اقول له Können Sie mir helfen. Können Sie mir helfen. Können Sie mir helfen بمعنى ممكن حضرتك تساعدني. Can you help me، ممكن تساعدني. يبقى تاني، يبقى انا دلوقتي ماشي في الشارع وعايز اسأل مثلا عن مكان مطعم، عايز اسأل عن مكان اي شيء، فبقول Entschuldigung können Sie mir helfen. Können Sie mir helfen، ممكن تساعدني. يبقى انا كده لحد دلوقتي انا ما اتكلمتش عن السؤال عن الطريق مثلا، احنا لسه دي في اول خطوة. يبقى اول خطوة بتوقف حد في الشارع بتقول له Entschuldigung. Entschuldigung او Entschuldigen Sie bitte. بعد كده بقول له، بعد ما بقول الجملة دي او دي، Können Sie mir helfen. Können Sie mir helfen يعني ممكن تساعدني. بالمناسبة الفعل Können خدناه قبل كده بمعنى
استطيع، ممكن في الجملة دي استخدم فعل تاني بدل الفعل كونن وهيكون احسن واشيك. ايه هو الفعل اللي بيستخدم بدل الفعل كونن في هذه الجزئية؟ في عندي فعل اسمه كنتن. الفعل كنتن، حط كده كنتن بدل من الفعل كونن في الجملة دي. الفعل كنتن في اللغة الألمانية بيشترك مع الفعل فيردن، في عندي فعل اسمه فيردن، وكلاهما بيستخدم في حالة الطلب المهذب. يبقى أنا لو استخدمت هنا كنتن في الجملة دي هيكون أحسن وأشيك، ولكن برضو هنا موجودة عندك في ال A1-2 اللي هي في ليكتيون دغايتسين في الدرس الـ13 هو جايب الفعل كونن. إن شاء الله هناخد بعد كده الفعل كونتن. إحنا زي ما قلت لك عايزين نمشي بالمنهج بتاعنا، مش عايزين نسبق الأحداث. حتى في تصريف الأفعال لما جينا خدنا تصريف الأفعال الضعيفة وتصريف الأفعال القوية، أنا مشيت لك بالصيغة اللي ماشي بيها الكتاب، مش عايزين نسبق الأحداث، عشان زي ما قلت لك إن في صيغة تاني بتتقال أحسن من الفعل كونن ألا وهو الفعل كنتن في السؤال ده، ولكن خلينا ماشيين مع الفعل كونن في هذه الحالة. يبقى عرفنا كده أول جملة كونن زيمير هيلفن، ممكن تساعدني؟ طيب ممكن أقولها بصيغة تاني، إحنا اتفقنا خلاص انتشولديجونج أو انتشولديجنزي انتشولديجنزي بيتر، وأروح قايل جملة من الجمل دي. الجملة التانية كان إيش زي إدفاس فراجن، كان إيش زي إدفاس فراجن، يعني إيه كان إيش زي إدفاس فراجن؟ خدنا الفعل كونن بمعنى يستطيع، وتصريفه مع الضمير إيش هو بتبقى كان، وكلمة إدفاس بمعنى شيء، شيء ما، شيء ما، والفعل فراجن بمعنى يسأل. طب تعالى بقى نترجم السؤال كله على بعض. كان إيش زي إدفاس فراجن، يعني هل أستطيع أنا أن أسأل حضرتك شيء ما؟ ممكن أسأل حضرتك عن حاجة يعني. Can I ask you؟ Can I ask you؟ كان إيش زي إدفاس فراجن، يعني هل يمكنني أن أسألك؟ يبقى كلمة إدفاس بمعنى شيء ما. يبقى كده الكلمات الجديدة اللي خدناها كلمة انتشورديجون بمعنى عذرا، وكلمة ادفاس بمعنى شيء ما. دون الأفعال دي. الفعل بيتن، الفعل بيتن في اللغة الألمانية بمعنى يطلب، وبيرتبط بحرف الجر أم، بيتن أم، الفعل بيتن أم بمعنى يطلب. وبالمناسبة حرف الجر أم من الحروف التي تسبب حالة الأكوزاتيف في اللغة الألمانية. احنا قلنا حروف الجر في اللغة الألمانية في عندي مجموعة من الحروف التي تسبب حالة الأكوزاتيف، وفي عندي مجموعة من الحروف التي تسبب حالة الضطيف. الحرف أم هو من ضمن الحروف التي تسبب حالة أكوزاتيف في اللغة الألمانية، وبالتالي كلمة هيلف هنا، كلمة هيلف جاية هنا في حالة الأكوزاتيف. كانش زي إدفاس فراجن، هل يمكنني أن أسأل حضرتك؟ اتفقنا. انتشورديجونج انتشورديجن زي بيتا. السؤال الثالث هابن زي اينن مومنت بيتا، هابن زي اينن مومنت بيتا. كلمة مومنت، كلمة مومنت بمعنى لحظة. والفعل هابن بمعنى لدي، يمتلك، عنده. هابن زي، هل حضرتك عندك اينن مومنت بيتا، يعني زي ما اقول لك كده ايه، ممكن لحظه بعد اذنك، لحظه من فضلك. احنا انت ماشي في الشارع ف بتقابل واحد انت عايز تساله سؤال، فبتقول له معذره ممكن لحظه بعد اذنك. ايوه، يبقى هابن زي اينن مومنت بيتا، كلمه بيتا بمعنى من فضلك، وبتيجي بمعنى العفو، والكلام ده احنا خدناه في البدايات. يبقى هابن زي اينن مومنت بيتا، ممكن لحظة من فضلك. يبقى دي برضو من ضمن الجمل أو من ضمن الأسئلة التي تستخدم في حالة طلب مساعدة من شخص ما. يبقى أنت لو عايز تطلب مساعدة من حد
الناس اللي هي موجودة في ألمانيا ماشي في الشارع بتسأل مثلا عن مكان مطعم، مكان محطة القطار، مكان أي شيء، هتقابل واحد ألماني هتقول له انتشولديجونج، وتقول له أي صيغة من الصيغة اللي احنا قلناها دي. كولن زي مير هيلفن، دي طبعا كبداية ممكن تساعدني. كانش زي ادفاس فراجن، ممكن اسأل حضرتك سؤال، دي بتبقى زي مقدمة قبل ما تسأل السؤال، لان السؤال احنا لما ننزل تحت ان شاء الله كده هنعرف ازاي ان انت بتسأل عن الطريق او الوصف. كانش زي ادفاس فراجن، ممكن اسأل حضرتك سؤال. هابن زي اينين مومنت بيتر، هل حضرتك عندك لحظة ليا يعني، او ممكن لحظة من فضلك. اللي بعديها ممكن اقول اينه فراغه بيتر، اينه فراغه بيتر يعني سؤال من فضلك. يبقى كلمة فراغه معنى سؤال، يبقى انا بقول له ايه اينه فراغه بيتر، يعني بعد اذنك كده انا ايه، انا عندي سؤال. يبقى نقول تاني زي بيتن يماندن ام هيلف، بتطلب مساعدة من حد. انتشولديجونج كونن زي مير هيلفن، معذرة كونن زي مير هيلفن، ممكن حضرتك تساعدني. انتشولديجونج كانش زي ادفاس فراجن، معذرة ممكن اسأل حضرتك شيء ما. انتشولديجونج هابن زي اينن مومنت بيتا، ممكن لحظة من فضلك. انتشولديجونج اين فراغ بيتا، سؤال من فضلك. فكل الصيغ دي بتستخدم في حالة طلب المساعدة. واضح؟ وضحت؟ نخش على الجزئية الثانية. زي فراجن ناخ ديم فيج، زي فراجن ناخ ديم فيج. كلمة فيج خلي بالك بقى، اكتب عندك، كلمة فيج في اللغة الألمانية بتحمل معنى